السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم اخوتي واخواتي في قناة ديانة الأخشاب. إن شاء الله هذه الحلقة كما وعدتكم أنني غادي نوريكم جميع لي بيستول اللي كنت كنخدمهم بلا هذوك لي طرما وكذا، ولكن بين غادي نبين لك كل شيء. غادي تعرفني أنا واش كنقول لك، إلا قلت لك شي هضرة قلت لك هذه واش تسوى، هذه واش تسوى، غادي تعرفني بلي أنني ديجا مجربهم. أنا ماشي كنهضر، أنا مجرب وعارف كل شيء شنو فيهم. أنا كنشريهم من السواق، كاين اللي كنشريه جديد وكنعرف يعني نقدر نشوفو اي كازو، كنعرفو شنو كيسوى وشنو الفئه ديالو كيفاش كيخدم، واش لمن صالح واش ما صالحش. يعني انا واش غادي تستافد من الفيديو، يعني بني تشوف هاد المراحل ديال الفيديو، الا بغيت انت تشري بيستولي كتعرف شنو تشري وكتعرف القيمه ديال داك البيستولي اللي غادي تشري. فهمت الاخوان؟ وان شاء الله الا دعمتوني في هاد الفيديو درتو لي ديجام بارطاجيتو معايا عاونتوني فيه، ان شاء الله غادي نديرو لك بالتجربه وغادي تفهموا بالتجربه، ونحاول عاوتاني ندير لكم بعض التعليم والطرق ديال الطريقه كيفاش انك تستعمل المسدس الدهان للهوات. يعني الهوات ضروري ان شي واحد مبتدئ ضروري ان خصو يكون عنده واحد المعلومات بسيطه كتزيدو لقدام، معلومه بسيطه جوج كلمات تختصر عليك المسافه ديال عامين ثلاث سنين اربع سنين. كاين اللي عنده 10 سنين وباقي ما عندوش معلومه وحده كتخليه روطار. فهمتوني اخوان؟ ولكن بالتجربه ديالي وبالمعلومات اللي نعطيها لك ان شاء الله غادي تزيد قدام ان شاء الله. يلا الاخوان انا غادي ندير لكم الشرح، غادي نفوتهم واحد واحد ان شاء الله وندير لكم شرح باش غادي تشوف. ها انتم ان شاء الله الاخوان، ها انتم الذين نديروا عليهم الشرح، ها هما كاين البيستول باش تكونوا عارفين على من غادي نتكلم كاملين ان شاء الله، غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله. هنا كاين الكيسان وها هما الصوالح، كاين هذوك لي زاكسيسوار وكذا اللي كتقدر تحتاجهم، ها انتم تقريبا كاملين. وها هما القدم، الفئه القديمه انا ما كنرميهاش، اللي كيكونوا عندي قدام ما كنرميهم، كنقلع بهم الكيسان، نقلع بهم شي لي بياس، غادي نشرح لكم باش تفهموا. وكاين عاوتاني التيويات، عاوتاني حتى هما ضروري ان يكون عندك شرح مفصل باش تعرف الا بغيت تشري التيو ديال الكومبريسور كتعرف شنو غادي تشري ان شاء الله. يعني مهم معلومه كامله ان شاء الله. نبداو الاخوان ان شاء الله باش غادي نبداو نحاولوا غادي نبداو بهذه الفئه هذه الاخوان. هذه ما ننصحكمش بها، هذه انا زطمني واحد السيد يكون في بلجيك، قال لي هذا التيك توك هذا، قال لهم مزيانين الثمن فيهم رخيص، هادو تشراو شي دايرين شي 70 اورو ولكن ما عطاوهمش، ما يعني بحال الشكل هما واخا كيتباعوا في الامازون ولكن شينو، واخا كتسمع الان امازون وكذا باوروبا دي تاخذو، لا ما انا كان صحاب لي نشري جوج من هادو ولا ثلاثه وما نشريش هادو. عطاوني هذا وهذا والاخر، ولكن واخا هذا مزيان كيخدم مزيان، عندك هذا خدم مزيان ولكن هذا خرج فيه الديفو، ولكن كومام يعني كيبقى هوات، يعني بالنسبه للمبتدئين ما ننصحكش تخدم منه نهائيا. علاش؟ غادي يزيد يمرتك انت اصلا، مرت ما عندكش التقنيات ودي تزيد في هذا. هذا الاخوان هادو ثمن مناسب، يعني هادو هما اللي دايرين 250 درهم اريتا، كتخدم به مزيان يعني شويه ولكن مزيان، تقدر تخدم به لابري، تخدم به اي حاجه، تفيرني به. ايه هي اللي ننصحك انك كوما تخدم نيتواي مزيان، هذا هو اللي ننصحك به. نقدر نقول لك فوليت فوليت، هذا فوليت حسن من هذا، هذا راه دوريجين راه فيه المزور، المزور ما ننصحكمش به. هذا فوليت، هذا فوليت حسن من هذا، لا النفس هذا بالمده كيبقى يتبوشى بلاصه الريحنه، فوليت لا فوليت مجهد وكيضرب المده ديالو والتتيراج ديالو مزيان. يعني انا نقدر نفضل لك هذا على هذا، لان هذا الثمن ديالو زايد شويه على هذا. فهمت الاخوان؟ عندك هذا استرو، هذا مجهد على هادو بزوج، يعني كيما نقولوا هذا كيكون الاول هذا موراه كيجي هذا، هذا مجهد هذا أسطو، يعني لا فينيسيو ديالو حسن من هذا، في الخدمه مرتاح حسن في هذا، حتى في القبضه هذا مرتاح خير من هذا. فهمتوا الاخوان؟ عندك هادو ديال الخارج كيجيو على الخارج، هذا مزيان حتى هذا فوليت، هذا الصنف ديالو بحال الشكل، يعني على من كيعتمدوا الخفوفيه وكيعطيك لا فينيسيو، ولكن كيبقى الصنف ديالو بحالو بحال هادو، الطريقه ديال الخدمه ديالو بحالو بحال هادو. اي هو هنايا على من اعتمدوا لك، اعتمدوا لك على الخفوفيه، يعني كتخدم مرتاح وخفيف يعني ما كيتقلش عليك. هنايا لا، هذا كيكون ثقيل، هذا موين، هذا موين. فهمتوا الاخوان؟ حتى هذا هذا ثواب خير، هذا يبدا ما ننصحكمش به. عندك هذا نفسه اريتا دوريجين، يعني شي حاجه دوريجين كتخدم به من برا، هذا على حساب اللي شرا ولكن دوريجين فيهم المزور. فهمتوا الاخوان؟ عندك هذا، عندك هذا اتروميك، هذا واش غادي نقول لك نطلع عليه الطالي، هذا كتخدم به شي حاجه واعره، النفس واش غادي نقول لك خطر، كاع اللي تشوف عندهم القنبله هنايا شويه كبيره وعريضه، واش غادي نقول لك هذا واخا يعني شويه موديل قديم، ولكن واش غادي نقول لك وشنو يطلق هي بعدا بالناحيه ديال الصباغه اكريليك يعطيها اي قتله. يعني انا هذا نقدر نقول لكم صنفوه للصباغه،
لان الصباغه كيحلها لان عنده جهد تاع لا بريسيو. فهمتوا الاخوان؟ هذا باش غادي تخدم فيه يعني خصني ندير لكم حلقات باش غادي تفهموا، لان هذا كيدخل في الاحتراف، هذا والطريقه ديالو خصوصيه، هذا كيدخل الاحتراف. اما هادو كلشي كيبقاو هوات، فهمتوا؟ اما هذا كيدخل الاحتراف، هذا كيدخل شويه الاحتراف، ولكن هذا بالناحيه ديال المبتدئ كيخدم به مرتاح، كتخدم بهذا مرتاح، تقدر تخدم به لابري، تخدم به اي حاجه، ولكن انا ننصحك خدم به البريو وخدم به الصباغه. انا حاليا كنخدم به البريو والصباغه، خدام مخير. هذا الطريقه ديالو خص شويه ديال الاحتراف باش ندير لكم شرح خاص ديالو. هذا زايد على هذا، حتى هذا الطريقه ديالو ديال الاحتراف. فهمت الاخوان؟ ها هو باش تكونوا عارفينه دوفينك. هذا الخدمه ديالو شكل محترفه، يعني خصني هذا وهذا وهذا ندير لكم فيديو ونفرق لكم بيناتهم، لان هذا فيه واحد الخدمه واعره هو وهذا، ولكن تاع المحترفين. فهمتوا؟ عندك هذا كوما مزيان، يعني هذا يخدم لك من ناحيه ديال لابري، يخدم مزيان ويخدم للفيرني. شوف كاع اللي كتشوف عندهم الكاس من التحت، راه الكاس ديالو هو هذا، كاع اللي تشوف ها هو كيدي ديال هذا الطاسة، والتشكيله ديالها زينه. انا نوريكم التشكيله ديالها. شوف الغراف حتى هما فيهم لي مارك، كاع اللي كتشوف عنده هذا الشكل، هذا السيستم هذا كيكون صحيح وبلاندي، يعني كيكون شويه محترف. فهمت الاخوان؟ هذا كتخدم به من برا، وعنده حتى التيغ. شوف الا كتشوفوا في الفم ديالو، هذا ايديال لاصارج. ها انتم عنده ديك ليبره، ها انتم كبيره، هذا كيضرب، هذا يخرج له لاصارج. عندك هذا ساغولا، شي حاجه واعره بروفيسيونال. هذا هو البروفيسيونال ديال اللي كيضربوا الكاس من التحت، حتى هذا الكاس من التحت هذا يخدم لكل شيء. هذا ها انتم السيستم ديالو مجهد، هاد ساغولا هذا بروفيسيونال، يعني حتى هو الخدمه ديالو بحال هادو، يعني بروفيسيونال في هذا الشيء ديال التحت. كما قلت لكم بين تشوف الكاس عنده من التحت كيخدم الى الحوايج اللي كتكون فيها البودره، الكاس اللي كيكون من الفوق يكون الفيرني ولا الصباغه، وحتى الصباغه السولولوزيك راه كانت فيها البودره باش ديروها في بالكم، ولكن كوما مزيانه. ما مش كما قلت لكم الاخوان، يعني كان اللي كيكون عندهم الكاس من التحت احسن حاجه انك تخدمهم لابري، تقدر تخدمهم للصباغه الا كانت موسخه. علاش؟ لان هو كتهبط لتحت، هذيك البودره كتهبط لتحت، ولكن دائما خلطه. الكيسان راكم عارفين كتحتاجهم كل واحد والفصاله ديالو. هذا من احسن الكيسان ديال دوبل بيس، اللي كتكون من احسن ماركات ديال البيسو، اللي كتسمع دوبل بيس وبكتشوف هادو اللي كيكون عندهم القنابل كثر، اللي كيكون هنا رقيق وماشي هكذا غلط، هادو كيكونوا بالبروفيسيونال. هادو واللي كتشوفهم هنا، هاد المساحه ديالهم، المساحه هنا صغيره، هنا مضيق، ماشي بحال هادو كيكون. شوف المساحه ديالو، شوف كبيره هنا، كيكون مخدوم على اتقان. فهمت؟ كيكونوا مخدومين على اتقان. هذا الطريقه ديال الخدمه ديالو واعر هذا في الخدمه. فهمتوا الاخوان؟ يلا نمشيو عاود ثاني لهذا. هذا شي حاجه بروفيسيونال. هذا تعقرو ماشي توي كازيو، تعقرو، ولكن الخدمه ديالو يا بن عمي واش غادي نقول لك، ما فيش كاع السميه. هذا يمكن شي واحد بانت له راه بقى كيصنعو. المهم شي حاجه واعره، انا خدمت به هذا سيتو واعر. فهمتوا؟ حتى هو كينتمي شويه لهذوك اللي كيكونوا شويه مجهدين. اي هو الموديل ديالو قديم، هذا بروفيسيونال. اي هو كان فيه واحد الديفو كيقطر، هذا يعطاني واحد السيد ولكن بروفيسيونال، وعنده لي راس كيتبدلوا وكذا، ولكن حتى هو من ناحيه البروفيسيونال، ولكن خرج فيه داك الديفو. هذا شويه وصافي، هذا نتاع توتال، هذا ديال توتال ما عطاوش. الكيسان ديالهم بيريمي، الكاس ديالهم انا تشكيت من الكاس ديالهم كي والو. هذا كيما راني شرحت لكم عليه، هذا دوبل بيس، دوبل بيس من احسن البوستوليت، كثر اللي كيكون منقوش، شي حاجه واعره. هذا دائما كنخدم به السيس ديال فوليت، شي حاجه واعره. هذا ننصحكم به، حتى الثمن ديالو مزيان. تيك توك راني قلت لكم شنو كاين. عندك هادو عاوتاني حتى هما مزيان، شي حاجه هذه ايه هو وصافي، يعني الثمن بين تسمع هو تعرف بحال هذا الشيء نتاع الخارج، شري بهذيك 100 درهم 80 درهم 50 درهم على حسب. هذا عاوتاني واعر، هذا شي حاجه واعر نتاع لتحت، شي حاجه ماركه مزيانه ها هي بريما، ولكن تبي كتشريهم في الكازو كاين قام رخاص نتاع الخارج. حتى هذا كذلك. فهمتوا الاخوان؟ يعني شويه وصافي، ماشي شي حاجه. هنايا كتكون هادو كتحتاجهم كديرهم قدام البيستولي، بحال مثلا هنايا هذه كتلصقها هنايا، كدير العبار ديالك، دير لها الساعه تركبها هنا. وهنا هادو تحتاجهم كاين اللي تقطع به كتركب هاد لي بياس، هادو معروفين هاد لي بياس تحتاجهم في كيسميتو في البيستولي بحال هادو. فهمتوا الاخوان؟ يعني هنا كتكونوا عارفين، يعني انا اللي عندي محترفين كاملين هنا اللي كتشوفوا فيهم، عندي اللي كيعجبني هذا وكنخدم من هذا وكنخدم بهذا، وعندك هذا صافي تقريبا. اما هادو كاع ما خدمتهمش عندي، ايه هادو اللي كنخدم بهم، هادو كلشي حاطهم.
هنا عندك هادو الفئه القدام، هادو كتحتاج بهم الكيسان، كتحتاج بهم يعني كتقلع بهم بياسه منها كترد منها، فهمتوا الاخوان؟ المهم انا نمشيو دائما. شوف كاع اللي كيكون عنده هذيك اللي كترقق وضعف منها بهاد الجهه ديال الجنب كيخرجوا مزيانين، هذه ديوها من عندي هاد الفكره. كاع اللي كتشوفوهم عندهم منها كيطولوا كيضاربوا المده، بحال مثلا هذا، هذا راه ديجا كنت نصحتكم به، هذا راه عندي قريب 8 شهور كنت نصحتكم به ودرت عليه فيديو وريته لكم، وريت لكم المحافي كيتباع وكذا، خرج واعر شي حاجه واعره. حتى هذا كنت نصحتكم به واحد المده عاوتاني، حتى هذا شي حاجه واعره في الدوريجين يتم تما كنخرج مزور. نمشيو عاوتاني للتيو، شوف التيو دائما فيريفي التيو ديالك، شوف بين تبغي تشي التيو ديال الكومبريسور دائما دير له هذه اللعيبه هكذا، شوف واش راه مفلق واش ما مفلقش وكذا، وادي تشوف البار ديالو بحال مثلا هذا كيتيري من 20 بار حتى ل 60 بار، هذا مجهد بي كتلقى هذا. هادو تعرف نتاع من؟ هادو نتاع الشاليمو، نتاع لاطولي نتاع الشاليمو، وكيخدمهم حتى صحاب التور هذا واعر. هو وهذا حتى هذا راه كيف كيف ماركه وحده، فهمتوا الاخوان؟ هادو ماركه وحده، هادو كيجيو مع لي، هادو كيجيو مع البونفلورات، حتى هادو كيديو هادو من 16 حتى ل 20 25، هادو واعرين بروفيسيونال ديال كيما نقولوا ديال الكومبريسور، فهمتوا الاخوان؟ عندك هذا، هذا كيدي اي 16 بار، ولكن هذا المميزه ديالو خفيف، هذا المميزه ديالو التيو خفيف ولكن مزيان، وهذا باليزه يعني كيكون كلشي يعني بروفيسيونال، ماشي شي حاجه اللي كتكون اللي كتعذبك. اما هذا كيفوتو، هادو كيكونوا روطر كثر، هادو هادو بكيضربوا هذا. انا نصيحه اللي شرا بحال هاد الماركه هادي، حاول ان ما تيريلوش فوق 3.5 بار يدور في التيو، ما يدورش كثر ب 3.5، كيبدي يقساح، الا كثرت له 4 5 بار 6 بار كيضرب لك واحد المده كيبدي يقصح وما كتقدرش تخدم به. عندك هادو حتى هما ما تعطيهمش داك البار القاسح، عندك هذا واخا تعطيو البار القاسح كومام كيطول كيشدوا راسهم لان اصلا الثمن ديالهم زايد، فهمتوا الاخوان؟ المهم الاخوان نتمنى انكم تكونوا استفدتوا بهذه الحلقه، انا ندير لكم شيء الاخوان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا بهذه المعلومات اللي عطيتكم وهذا الشرح اللي عطيتكم. نوعدكم ان شاء الله بالدعم ديالكم، ما بغيتش نطول في الفيديو بزاف، ولكن بالدعم ديالكم نقدر نجيب لكم عاوتاني كل مواشن جداد وتولي تفهم فيهم وكذا، وان شاء الله نخليو الحلقه الجايه بالدعم ديالكم ان شاء الله نديروا تجربه بهذه البيستوليات اللي قلت لكم بروفيسيونال، باش تعرف واش تستعمل البرودوي اللي كان عندك، من البيستولي اللي تحتاج هي نورمالمون خص يكون عندك. انا هذه نعطيها لكم معلومه يعني تقريب الفيديو اللي راه جاي ان شاء الله. كاين البيستولي اللي خصو يكون يعني انت على الماسيه ولابري الحاجه اللي كتكون فيها البودره، يعني باش ما تعذبش وكتخدم مرتاح وكتخدم بروفيسيونال، باش ما تبقاش قلع حط رد ولا يبسلك في الكومبري يعني في الاخر. المعلومه الثانيه هي ان كاين البيستولي اللي تخدم به اير السباغه خصوصي اير السباغه، فهمتوا الاخوان؟ وكاين البيستولي اللي خصك تخدم به هي السانتيتيك، فهمتوا؟ كاع السانتيتيك تخدم به لاكريليك نورمال ما كاينش المشكل، واحد البيستولي خليه خصوصي للفيرني للفيرني نهائيا. وكاين واحد البيستولي اللي كيخص يكون عندك ضروري خص يكون عندك اللي هو كيضرب ضبابه، واحد كيضرب ضبابه يعني هو كيساهم باش يحل لك داك الفيرني، فهمتوا الاخوان؟ هو هذا اللي هضرت لكم عليه، عندك هذا وعندك هذا، فهمتوا الاخوان؟ هاد الزوج كيخدموا ديك الخدمات هادو، وهادو كيكونوا خاصين بالفيرني، يعني تخدم بهم هي الفيرني، تقدر تخدم بهم حتى الصباغه، ولكن احسن حاجه انهم يخدموا في الفيرني، لان هو الفيرني كيطلقوا. ان شاء الله نزيدوا مزيد يعني من المعلومات، وباش تعرف واش البيستول يخسر لك ولا ما خسرش، واش كيدي الدور ديالو ولا ما كيديش، لان بعض المرات بعض الناس هو ما عايقش بالبيستولي بالله راه فيه الفويت وهو باقي خدام به وخدام مشكل ومعدل. الا خدمت بالبيستولي اللي كاين يناسب ديك الخدمه اللي كتخدم بها غادي تخدم مرتاح نفسيا، كتخدم مرتاح والخدمه كتطلع لك، يعني الخدمه كتطلع لك الخدمه بلاصتها. اما الا كان عندك البيستولي فيه المشكل ولا فيه ديفو ولا فيه شي حاجه ولا كنت كترون تخدم به كلشي، عرف بالله دائما غادي تبعوك المشاكل هذه، الحبوب هذه كذا، هذه ما كاتبش هذه كذا، هذيك عارفها. يلا الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.